صباح الخير مشاهدينا، هذه جولة هذا اليوم من الجزيرة. سنترافق معا خلال الساعات الثلاث المقبلة ونتابع. بشروط المستحيلة، وزير الخارجية اللبناني يصف شروط الرياض لإنهاء أزمة تصريحات قرداحي، ودعم أمريكي فرنسي تلقاه ميقاتي في قمة غلاسكو. حالة طوارئ في كل إثيوبيا، وضع أمني متدهور تصفه واشنطن وتطلب من الرعاية الأمريكيين المغادرة. اتفاق وشيك لتقاسم السلطة في السودان، هذا ما تؤكده مصادر سودانية، وترقب في أوساط السودانيين لظهور النتائج اليوم. قمة المناخ وتعهدات جديدة بالحد من الانبعاثات، كيف ستترجم على أرض الواقع؟ وفي الرياضة لهذا اليوم مع عمار نامق. رونالدو عمار ينقذ إذن مانشستر يونايتد من الخسارة. حسن ميادة، وأي إنقاذ رونالدو بالفعل يبقي على أمل مانشستر يونايتد في البقاء بين أبطال أوروبا. إذن ثنائية رونالدو تهدي مانشستر يونايتد تعادلا ثمينا أمام أتلانتا في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة. طاب يومكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذا اليوم من الجزيرة. تطورات عدة شهدتها ساعات الليل نستعرضها معك ميادة. حسن، إذن هي تطورات كما ذكرت متسارعة ومتلاحقة، نتابعها على شاشة الجزيرة، ولمن فاتت نعيد التذكير بأبرزها. نبدأ من سوريا، التلفزيون الحكومي أعلن عن هجوم جوي إسرائيلي بالصواريخ على منطقة بريف دمشق خلف خسائر مادية. وفي الولايات المتحدة، مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي يسمح ببدء تطعيم الأطفال ما بين 15 و11 بلقاح فايزر ضد كورونا. ونبقى في الولايات المتحدة، المرشح الجمهوري في انتخابات ولاية فيرجينيا يعلن فوزه على منافسه الديمقراطي. وقبل قليل، لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة تعقد مؤتمرا صحفيا لدعم الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال. هذا المؤتمر ينعقد وسط تحذيرات من تدهور الوضع الصحي لستة أسرى مضربين عن الطعام. إذن ملف الأسرى مستمر في التفاعل مع تدهور الأوضاع الصحية لعدد منهم. نستطلع أكثر التفاصيل من أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة. زكي دبابش منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في غزة. سيد دبابش أنت معنا؟ تفضل. سيد دبابش، نريد أن نتعرف منك على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، كيف تتدهور وما الذي يحصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم.